إلى فقرتنا التالية مع طبعا نبيل سلحاني رئيس قسم التدريب بالدفاع المدني وعملياتهم بالساعات الماضية خاصة بالويك أند. أستاذ نبيل صباح الخير. بونجور، صباح النور، يعطيكم العافية. ميرسي، الحمد لله. كمان شو عنا؟ أنتوا لا ماسنجر ولا واتساب، كله دغري على المباشر على 125. على 125 على 125 صحيح. تفضل. بالنسبة للمهمات اللي قمت فيها عناصر الوزنية العامة للدفاع المدني، كان في عندي 11 مهمة للأطفاء أكيد ولمختلف المناطق اللبنانية، وموزعين بين حرايق المنازل بالسيارات والمحلات. مهمة واحدة كمان للأنقاض، واثنين مهمات للإسعاف تدخل بحالات طارئة وحوادث للسير، وست مهمات للسلامة العامة. ما كان مجموعة 26 مهمة بال 24 ساعة اللي مرقت. بالطبع أكيد كان كمان بعد ضمن استمرار مهمات ضمن نطاق مرفق بيروت. ومثل لما بنعاود نذكر شوي بإجراءات السلامة العامة الوقاية كمان من الحوادث، وخصوصا انه اليوم الطقس رح يبلش ينقلب شوي للشتاء، وبالمناطق الجبليه يكونوا عم يخني شويه استعدادات لما يضطروا انه يطلعوا خلال الطقس العاصف ويعرضوا حالهم للخطر، ان كان على السواق على الطريق يسوق بتمهل يكون في صيانه للسياره او بوسائل التدفئه اللي كل العالم صارت تعرفها لازم يعملوها قبل ما يولعوا وسائل التدفئه، وخصوصا عدم ترك الوسائل التدفئه اذا كانت بوسط اللهب المكشوف دايره وقت يفوتوا يناموا او وقت يتركوا البيت. بيبقى دائما كمان بدنا نذكر انه رقم 125 للدفاع المدني موجود 24 على 24 لطلب اي مساعده. وشكرا لكم. اهلا وسهلا فيك، شكرا لك ولكل عناصر الدفاع المدني المنتشرين على كافه الاراضي اللبنانيه.